السؤال الأبرز الآن، أين المجتمع العربي في إسرائيل من الحرب في قطاع غزة؟ نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، والدم الذي يسفك في غزة هو دمنا، وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية هي ضد أبناء شعبنا. لذلك أين نحن من ذلك؟ نحن مع شعبنا كما في كل الأحوال وفي كل المواقف. المشكلة الأساسية أن إسرائيل مارست الإرهاب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومارست إرهاب المستوطنين وإرهاب جنود الاحتلال في الضفة، ومارست إرهاب كم الأفواه عندنا هنا في الداخل، حيث فرقت بالقوة مظاهرات في بداية الحرب، اعتقلت بما في ذلك حتى وصل إلى اعتقالي أنا شخصيا، اعتقلت العشرات ربما المئات، فصل شبابنا من العمل ومن الجامعات، وملاحقات لم نرى مثلها رغم أننا جربنا كل صنوف العنصرية الإسرائيلية. تمام. وبعد مداولات وإصرار اليوم نجحنا في إطلاق هذه المظاهرة التي كانت حتى محدودة العدد، لكن على ما يظهر أن العدد الذي حضر فاق ما كان محددا سلفا، ورأيتم طبعا المشاهد. نحن نعتز بأن هذا موقفنا، أن نكون إلى جانب شعبنا في هذه المحنة التي فرضتها إسرائيل. ألم تتأخروا سيد بركة؟ ألم تترجموا ما تقوله إلى أفعال؟ نتحدث عن 5 أشهر من الحرب المستمرة على قطاع غزة، نحن نريد أن نفهم الصورة، المشكلة أين؟ هناك من يتحدث أنه المجتمع العربي في إسرائيل تخلى عن قطاع غزة. المجتمع الفلسطيني في الداخل لا يمكن أن يتخلى عن غزة، لأنه عندما يتخلى عن غزة يتخلى عن ذاته وعن نفسه. هذا كلام أقل ما يقال فيه، أنه مبني على عدم إدراك ما يحدث عندنا من إرهاب حقيقي، ومن ملاحقات، ومن اعتقالات، ومن تضييقات. حتى عندما لجأنا إلى المحكمة العليا في أكثر من مرة، المحكمة الإسرائيلية العليا صادقت على مواقف الشرطة، حتى هنالك في القانون يعتبرون أن تجمعا من 50 شخص وأقل لا يحتاج إلى أي ترخيص. حتى هذه الوقفات قمعت في الناصرة وفي أم الفحم وفي الطيبة وفي حيفا وغيرها. نحن طبعا إلى جانب ذلك قمنا بعمل بنشاطات برضو شعبية ووقفات احتجاجية، وأيضا اجتماعات مع قوى يهودية معارضة للحرب، وأيضا نشاط ملموس على المستوى الدولي، وخاصة الاجتماعات مع السفراء. اجتمعنا مع تقريبا 28 سفير في يعملون في إسرائيل، من أجل إطلاعهم على حقيقة موقفنا وعلى حقيقة ما نتعرض له من سياسة كاتم الصوت الذي أراد أن ننكر لحمنا ودمنا، وهذا ما لا يمكن أن يكون. كيف قمعت إسرائيل الصوت العربي في الداخل المطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ ونتحدث عن الممارسات الإسرائيلية من قبل المنظومة السياسية والأمنية، وقمع أي حركة احتجاجية، حتى من يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما تابعنا من الفلسطينيين هناك يتم اعتقاله أو يتم التضييق عليه وإرساله خطابات استدعاء وما إلى ذلك. طبعا هذا جزء من حملة الترهيب والتحريض علينا. يعني تخيلوا مثلا أن إحدى الأخوات الأكاديميات البارزات، وهي مغنية وطنية مشهورة، الأخت دلال أبو أمني، كتبت لا غالب إلا الله، فمكثت في وراء القضبان مدة طويلة، بعد أن خرجت حاصر بيتها مجموعات من العنصرية التي ما تمترست أمام بيتها لأسابيع وأسابيع. خذ مثلا الطلاب الذين عبروا عن تعاطفهم مع أطفال غزة، وجدوا أنفسهم رهن التحقيق وأيضا مطرودون من الجامعة. هنالك عمال، هنالك أطباء، هنالك ممرضات وممرضين، إلى جانب طبعا الاعتقالات المباشرة. أنتم تذكرون في بداية الحرب كانوا يركزون حتى على اعتقال الفتيات بالتحديد والنساء، وعلى وثبت بعد ذلك أنهم أرادوا أن يبادلوا الرهائن الموجودة في غزة، الموجودين في غزة، بأبناء شعبنا هنا في الداخل. وأيضا ملاحقات وتضييقات، حتى أنهم مثلا وضعوا
سيارات شرطة أمام بيتي طوال الليل يرصدوا متى أخرج ومتى أعود ويلاحقونني في الشوارع، وفي إحدى المرات طبعا أوقفوني واعتقلوني، وهذا ليس أمر بالبسيط والهين عندما يجري اعتقال الإنسان الذي يقف على رأس القيادة الوطنية لمليونين فلسطيني في الداخل، وهذا أمر يعني نعم كان له أصداء محلية وعالمية. بكل بمعنى تأكيد. أن سياسة هذه القمع لم تتوقف للحظة، اليوم نجحنا بعد جهود وإصرار بما في ذلك من في الجانب القضائي وإما من جوانب أخرى، وخاصة عشية شهر رمضان هم عملوا حساباتهم، ولذلك اليوم خرجنا بهذه الجموع التي أشهرت دمها وأشهرت انتماءها وأشهرت تحيزها إلى جانب شعبنا المذبوح في غزة. تمام، ما هي خطواتكم المقبلة سيد بركة؟ هل سيكون الأمر مشابه على ما جرى اليوم، مظاهرات ومسيرات منددة باستمرار الحرب فقط، أم هناك خطوات أوسع يمكن اتخاذها مع تواصل الحرب؟ لا، هي الحقيقة نحن نعمل على ثلاث محاور. المحور الأول هو محور شعبنا وجماهيرنا والخطوات الشعبية التي نقوم بها على شاكلة هذه المظاهرة. هنالك نشاط نقوم به مع قوى يهودية معارضة للحرب مع قلتها، لكن هنالك نحن نجحنا في خلق إطار مشترك مع 30 تنظيما سلاميا في إسرائيل يعارضون الحرب، وكان هناك عدد من النشاطات حتى في الشارع اليهودي، وهذا ما يحدث يوميا. الأمر الثالث أو المحور الثالث هو المحور الدولي، وأعتقد أنه نحقق في هذا الأمر خطابا متميزا في كل ما يتعلق بالاتصال مع السفارات والجهات الأجنبية وحتى الأمم المتحدة أو مؤسسات دولية مثل منظمة حقوق الإنسان. في هذا يعني ما الذي سيكون غدا؟ سيكون غدا طبعا نشاطات أخرى، لكن نحن نترقب بحذر شديد ما الذي يحدث في رمضان. حتى الآن هم قرروا أو قالت الحكومة قالت الإسرائيلية قالت بأنها لن تمنع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. نحن نريد أن نتأكد من ذلك، لكن بدون أدنى شك النشاطات والعمل لن طيب، بخصوص يتوقف هذا الموضوع أبدا. ختاما، ماذا لو منعت إسرائيل دخول الفلسطينيين في الداخل إلى المسجد الأقصى ومدينة القدس في رمضان؟ ما المتوقع؟ أعتقد أنه من غير الحكمة أن أقول ماذا لو، لكن نحن في شعبتنا ما يمكن أن نقوم به. رأيتم عندما حاولوا منعنا في أيار 2021 في هبة الكرامة كيف تحول الشارع المؤدي إلى القدس إلى مسيرات على الأقدام. عندما منعوا الحافلات من التقدم نحو القدس ونحو المسجد الأقصى، قرر الوافدون إلى المسجد الأقصى وإلى القدس أن يواصلوا طريقهم مشيا على الأقدام، وكان هذا نعم. مشهد كبير. وهنالك أفكار أخرى طبعا من غير المناسب أن أقولها الآن، سنرى كيف تتقدم الأمور. أتأمل آمل فعلا أن يصدقوا في أن لا يمنعوا أحد من دخول المسجد الأقصى في نهاية الأمر. نحن نرى نعم. أنفسنا حراسا للمسجد الأقصى طبعا إلى جانب أهلنا في القدس، خاصة أن أهلنا في الضفة غير مسموح لهم بالوصول إلى القدس، وطبعا الوضع في غزة لا يسمح إطلاقا في ذلك. لذلك نرى أن هذه المهمة، مهمة حماية القدس والأقصى، هي مهمتنا إلى جانب نعم. المقدسين.